هاي جايز، اليوم مثل ما قرأتوا في العنوان رح شارككم أماكن الصناديق السرية في التحديث الجديد. طبعاً في تحديث الزيرو كافيت في 6 صناديق. طبعاً جايز كثير في أشياء في هذا التحديث وكثير صايرة إضافات حلوة، بحس كثير يعني صناديق متوزعة حرفياً في كل مكان. فأول واحد اللي هو موجود هنا، فرح نستخدم أي بدلة طيران هليكوبتر أي شيء عندكم. ويت، هذه ما حتنفع، نستخدم المظلة أحسن لحتى نقدر نطلع هنا. بعدين رح تطلعوا هنا لأنه الأول واحد فيهم موجود فوق الكاس الذهبي جايز، فهذا الشيء بجيب الشك. يعني هذا الكاس موجود في زيرو كافيتي هنا الأول مرة بالسنين الماضية، فبديهي يكون في صندوق هنا. ففي 1000 كوين، فهذا الأول. أوكي، أما بالنسبة للصندوق الثاني فهو موجود فوق الزيبلاين. الزيبلاين اللي موجودة في كل تحديث، ما بيخلو أي تحديث زيرو كرافيتي بدون هذه الطائرة أو اسمها الزيبلاين أو الزيبلين. فدائما بيكون فيها إشي، يعني دائما في شيء غريب فيها. فاليوم عندنا صندوق فيها، فالصندوق الثاني فوقها، فرح نطلع. المشكلة أنها بتتحرك كثير، فمواكبة الحركة شيء صعب نوعا ما. أوكي، يا الحركة بتتحرك كثير، بس هنا وقفت أتوقع. قال لك سيارة جايز. أوكي، شفتوا لما تتحرك وأنت هي بتتحرك وما هذا، فبحس رح نواجه صعوبة حتى ناخدها. فلازم أول شيء مبدئيا نستخدم طيارة، يعني أكيد فبنستخدم الطيارة أول شيء. بعدين بنيجي على موقع الصندوق بالضبط، لما نجي عليها بتوقف. I think yes الحمد لله. فيها 3 جواهر، طبعا هذا التعب أكيد مقابله جواهر يعني. فالصندوق الثالث في السايد الثاني من الجزيرة، نستخدم المهم هليكوبتر أي شيء لحتى نوصل للهدف اللي هو هنا. شايفين هذا المكان اللي ورا الجاينت روبوت؟ بنجي عليه، بنشوف الصندوق الثالث بالضبط هنا، فبنجي بناخذه بكل سهولة. 1000 كوين. فهذا الصندوق الثالث قاعد ملاحظين في هذا التحديث في كثير بوابات عجيبة اللي هي هذا اللون الأسود، ما بنقدر ندخل عليها، يعني ما فيها أي نفاذية أو شيء، يعني سري فيها نفاذية بس ما بنقدر ندخل على أي مكان فيها. يعني مجرد ما نحاول ندخل على هذه البوابات ما بصير ولا شيء، يعني حرفياً منتشرة في كل مكان. هذه من عمايل غليتش وفليكر العزاء. طبعاً جايز أصدقائنا الأعزاء حبوا يعملوا أجواء خربطة وأشياء، فبعثروا أبواب أو بوابات في كل الجزيرة. وبس والله، هاد كان كل الفيديو، كل أماكن الصناديق، يعني ما بين الصعوبة وما بين السهولة. الصناديق أماكنها حلوة نوعا ما، فمتوقع من تحديث كبير مثل زيرو كرافيتي تكون الصناديق متوزعة في كل مكان. وشكرا على المشاهدة، بشوفكم في الفيديو القادم. باي باي.